مش قلت له خلي انا منخرطه شريت في اتلانتيك بيتش شرينا في 2013 شرا ولدي الدار خلص قالوا لنا تخلصوا واحد القدر ديال واحد المشاركه ديال الدوسي خلصنا فيها 5000 درهم واحد خد عندي فيها 7000 مهم خلصنا سبقنا 20 مليون الدفعه الاولى خلصنا 20 مليون ومن بعد قال لك كل شهرين كتجيبي مليون ولا تجيبي جوج المليون مهم قد كندفع لهم انا دفعات كندفع 6 المليون كندفع 10 المليون كندفع مهم تكملت لهم 60 مليون و 166 الف ريال ما بين الدوسي وما بين مهم ملي هذا قلنا في 2015 غادي تاخذوا غنليفريوكم حنا مشينا شرينا كاتب بانو داير مكتب للبيع ها هما عندنا الوراق وعندنا كل شيء مكتب للبيع ما داير لا وداديه لا والو ملي خدينا عند هذا السيد قالنا في 2015 غنليفريكم ملي كنمشيو كنلقاو مديرين واحد الكرياج وبانين من التحت بناو شي 350 ابارتمون اللي تبنات ياك حنا كنا قالوا 884 اديغونت ولينا 1250 منخرط ولينا لان الديور كيتباعوا جوج مرات حنا هاد السيد قلنا له سيدي بني لينا كيخرج كيعيرنا تيقول لنا انتم ولاد الكاريان انتم بزاف عليكم الديور بزاف عليكم لابيسين بزاف ملي طلبناه هذا خرجنا بالفيزا والباسبور تيقول لنا ها الفيزا ها الباسبور ملي رفعوا به الاخوان الدعوه في الكوميساريه قالوا حيدوا لي الباسبور ها الفيزا ها الباسبور ندخل وقت ما بغيت ونخرج وقت ما بغيت اللي ما عجبوش الحال مشى للطبيب شكون هو الطبيب الطبيب هو القضاء حنا مشينا التجئنا للقضاء ملي الانسان كيقول لك سيري للطبيب هو واخد لك فلوسك يعني اشنيه تاجئين القانون شنو غنمشيو اش غنديروا معاه غنقتلوه ما يمكنش لينا غنضربوه ما يمكنش لينا ملي مشينا نقلبوا لقينا هز علينا 10 المليار على الارض كريدي وديك الساعات هو مدخل مع شحال من المليار ومخلص من عند الناس ما عندوش حق ياخذ كريدي بعدا علينا حنا ملي ولا كيقول لك هو وداديه وداديه ما كتاخذش الحق ما كتاخذش الكريدي ياك الوداديه ما كتبيعش في سماب الوداديه ما كتبيعش ما كديرش ابارتمون 250 ابارتمون اوفر الوداديه انا كنعرف وداديه منخرطين كيتجمعوا فلوسهم هاد السيد ما دارش مع هاد القضيه هاد السيد كيقال لنا المتراج 7500 درهم ياك خلصنا لي 7500 المتر كاري الديور داير في البانو داير من 63 متر كاري من 60 حتى 73 متر كاري انا خلصته على اساس انا واخده 73 شي واحد كيقول لي لا راه عندك 79 مشات تقلب الورق لقيت 73 ما عليناش هذاك الشيء قلنا ماشي مشكل مشات ملي ترفع القضيه ملي مشاو الناس مع المحكمه حكموا عليه في ابتدائيه حكموا عليه اعطاوه 10 سنين تيقولوا لي حط ضمانات حط ضمانات للناس وخرج كمل لهم المشروع تيقول لهم زيرو درهم زيرو درهم كيفاش زيرو درهم وانت غتخرج باش غتبني كيقولوا غنبني على ضماناتي الشخصيه انا غادي نبني كيفاش ضماناتك حكموا عليه ب 10 سنين تحولت لاستئناف ملي جينا لاستئناف اسيدي قالوا الخبره ما الخبره خرجت الخبره الخبير واحد مات واحد قال لك دافع سرسفيكا فيها 30 يوم وهو يدفع نهار الاثنين ونهار الاربع جاي واقف معانا ياك شي خبره ما كاينه فيها تخربيق وفيها تخرميز ما عليناش مهم عاوتاني قالوا حقا غنديروا معاينه غيخرجوا قضاة العين المكان وغنديروا جاوا القضاة وجلسنا معاهم شفناهم شافونا قلنا انتم جوج ضيفه قلت لهم لا سيدي حنا ضيفه وحده حنا اللي منخرطين واخدين دافعين رزقنا حنا راه ضيفه وحده ما كاينش جوج ضيفه كيفاش جوج ضيفه ملي مشينا درنا المكتب قال لك لا المكتب ما غيكونش ما تاخذوش المكتب كنمشيو ناس درنا جمع عام حنايا ما بغاوش هو ملي دار الجمع العام عطاوه فهمتي ملي دار هو الجمع العام عطاوه الجمع العام هي ديك الساعه اكتشفنا حنا بان 10 المليار مهزوزه علينا واكتشفنا بان راه حنايا نصب علينا بفلوسنا ما بغى يصوب لينا ما بغى يبني لينا ما والو درنا جلسه مع العامل ياك مشينا عند العامل اللي كان الاول مشينا عند العامل جلسنا معاه دار معانا قال لك غادي نعطيكم قال لي اعطيهم سيدي ضمانات غتبني للناس قال لك واخا غنبني لكم خرجنا شي حاجه ما كاينه جاب لنا واحد الشركه سميتها شيادو قال لك هذه غتبني وغتصوب وغدير هذيك الشركه ما دارت لنا حتى هي حتى حاجه تخاصم معاها ملي ولاو مع المنخرطين كيعطيوهم الفلوس وكيديرهم تخاصموا معاهم فهمتي بقينا في الاخر ملي جينا لهنايا دابا اليوم الجلسه ديال هذا ديال المعاينه ديال القضاء ديال الخبره عند القضاه قالوا لنا اللي 27 غتكون الجلسه غدير
ناضوا شي وحده قال داروا ليه ملتمس. واش واحد محكوم 10 سنين وجاي للاستئناف عباد الله ها غيديروا ليه وحده الملتمس؟ ما داعيينه ما والو، كيفاش ملتمس غيخرج يبني لينا؟ واش هذا كون بغى يبني لينا كون بني لينا نهار الاول ما وصلوش مع المحكمه اصلا، اصلا ما وصلوش قانونيا ما وصلوش المحكمه، عطيناك رزقنا عطينا ديورنا والله يعاونك. حنا ما بغينا منه والو، حنا واش حنا حبسوا غادي اش غنديروا حنا بحبسوا؟ حنا بغينا ديورنا بغينا رزقنا، هادشي كنا كنقولوها ليهم. دابا سيدي حكموا قال لك خرجوا حتى 27 اه ملي خرجنا ويقول لك حكموا عليه صلاح مؤقت، وهل يعقل صلاح مؤقت؟ ما حط لا ضمانات لا والو، يقول لك صلاح مؤقت ما فهمتش انا هذا صلاح مؤقت. وشنو؟ هاد الحكم هذا ماشي عطينا رزقنا، عطينا ديورنا حنا، كملنا ديورتنا حنا ما عندنا ما نديروا به لا هو ولا غيره. جاب واحد السيد خور من طرافه قال لك غيبني غيصوب ما دار حتى حاجه، ما كاين لا راسينيسمو ما كاين لا فيردي ما كاين، واش عمرك شي ديور طالعين وما كاينش ما كاينش الواد الحار ما كاينش سميتو ما كاينش الضو ما كاينش البنيه التحتيه؟ ما فهمتش انا هذا البني كيداير المشروع تمشي ليه تندب. دابا كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو، كنطلبوا من سيدنا الله ينصرو يوقف معانا، يوقف معانا في هذا الشيء، لان هذا الشيء راه بزاف راه ما في عقار خرجت علينا وخرجت على الناس المحمديه. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.